روحك من أخلاقك. لما بنشوف صور قديمة قوي لأجدادنا والبلدنا زمان بنقول الله، والله كانت أيام جميلة. يا ترى بعد 100 سنة حد هيبص على صورنا ويقول بلدنا كانت جميلة زي ما احنا دلوقتي بنقول كانت جميلة؟ عشان ده يحصل لازم نشوف هي كانت جميلة زمان ليه. كانت جميلة شكلا وموضوعا، كانت جميلة بأخلاق ناسها، كانت جميلة بحب ناسها لبعض، كانت جميلة بحب ناسها ليها، كانت جميلة عشان كان فيها ناس زي جدتي وجدتك ما سمعناش منهم غير كل خير عن جدودنا وعلى عشرتهم الحلوة وإزاي كانوا مراعين بعض. كانت جميلة عشان الجيران كلهم كانوا عيلة واحدة وقلبهم على قلب بعض في الحلو وفي المر. كانت جميلة عشان كان فيها شهامة وجدعنة ورجولة. كانت جميلة عشان الناس كانت بتقدر يعني إيه معنى الجمال وبيحافظوا عليه. كانت جميلة عشان كل واحد كان عارف حدوده ومش بيتعداها. كانت جميلة عشان كان في رحمة وحب ومودة بين الناس. كانت جميلة عشان كان ليها طابع خاص بيها تحس وتشمه في كل حتة فيها مهما اختلفت الثقافات والمستويات. كانت جميلة عشان كان في خير كتير، ناس بتخدم بعض من غير ما تستنى مقابل غير من ربنا. كانت جميلة عشان بجد في احترام لكل الناس باختلافهم في كل حاجة. لو عايزين صوركم تتشاف كده ويبقى ده أثركم، بصوا جواكم ودوروا على الجمال وطلعوا روحك من أخلاقك. روحك من أخلاقك.